أقامت جمعية سيناكل دو لا لوميير حفل اختتام مشروع معا لمجتمع أفضل في كفر ياسين، طبقت خلاله مشروع الوقاية في منطقة بلاد جبيل ما بين تشرين الأول العام 2017 وتموز 2018 بالشراكة مع أفي إس إي واليونيسف وبتمويل من حكومات بريطانيا وألمانيا وهولندا، وشاركت فيه أيضا مؤسسات حكومية ووسائل إعلام والجهات المستفيدة من المشروع ومهتمين. حضر الحفل وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي ممثلا بمدير مكتبه زاهي الهيبة، والنائب نعمة فرام نائب رئيس مجلس إدارة للمير ونورسات ورئيس مجموعة إنديفكو والشريك الأساسي لسيناكل دو لا لوميير. ويرتكز هذا المشروع على نماذج ومعايير دولية ومقاربة مجتمعية تسمح لكل فرد في المجتمع بتبني مشروع مكافحة آفة المخدرات والكحول. بداية عرضت منسقة برنامج الوقاية في الجمعية والمسؤولة عن تنفيذ المشروع باتريسيا أبيعاد خطوات التنسيق مع مرجعيات المنطقة والبلدية والشرطة والمدارس والجامعات والرعاية والكشاف لضمان نجاح المشروع. وبدوره أيضا شدد أندري الصيفي رئيس بلدية بلاط على أهمية أن تتعاون جميع البلديات في المنطقة والمنظمات الأهلية في القيام بدور التوعية والتوجيه اللازمين لتحسيس الشباب على هذا الخطر الداهم. كما شددت ندى فرام حجيلي بالنيابة عن رئيسة جمعية سيدي الأل ثريا فرام بارود على أهمية الوقاية كقوة فعالة وقيمة في حماية الشباب والعائلات من الدمار. أما ساندرا إسبر منسقة الشراكة في أفي إس إي فقد شرحت أن البرنامج يهدف إلى تعميم مهارات الحياة والتدريب المهني على الشباب الضعيف والمعرض للخطر. وفي مداخلة منظمة اليونيسف أكدت جوال بدران مسؤولة تنمية المراهقين والشباب في المكتب الميداني في بيروت وجبل لبنان الالتزام بحماية حقوق كل طفل ومراهق وشاب وتأمين بيئة سليمة لهم ضمن إطار العمل. أما النائب نعمة فرام فشدد على أهمية الشراكة بين القطاع العام بدءا من البلديات وبين الجمعيات غير الحكومية والمجتمع الدولي قائلا: لأنه شفت بعيوني هالشراكة الحلوة بين القطاع العام أو ما أقرب شيء للقطاع العام هوني هو البلدية والقطاع الخاص والان جي اويات والمجتمع الدولي، كيف عمليا عم نعمل شيء على الأرض بأسهر كتير كبير وبطريقة كتير سريعة عم نوصل على كمية من الأشخاص. ومثل ما بقول المثل انطار وآية أحسن أو درهم وآية أحسن من انطار علاش. بقى هالفكرة يمكن يلي نقلت السناكل أو خلت السناكل يركز أكثر وأكثر على الوقاية. قد ما شاف السناكل بعيونه أوجاع الناس يلي ما توقت وسقطت. نحن بإندافكو فخورين أنه نكون عم نساعد وعم نكون حد مؤسسة من هذا النوع يلي فيها دم الشباب، الشباب أصل الشباب والصبايا، لكن العمر الشباب يلي عم بيخليهم يأثروا ويرفضوا الواقع. وبالفعل رؤية لبنان الأفضل، مجتمع أفضل، هالفكرة هاي ما بتقف بس عندهم مثل عادة معودين، تقاف الفكرة أنه نقول يا الله هذا الشيء اللي عم نشوفه مش حلو ونقف هون، أو يا ريت لبنان هيك ونقف هون. هذا ودع النائب فرام أيضا المجتمع الكسرواني وجبيلي ليتخذ هذا المشروع كقدوة، لأننا نعرف كم يمكن أن نغير نحن في المجتمع المدني، نحن الأشخاص، العائلات، الأمهات والأباء بحياتنا اليومية وبمجتمعنا. هذا وتخلل الحفل عرض وثائقي عن أثر المشروع والعمل الميداني، وتلا اختتام المشروع حفل استقبال.